هو الظاهر كده يا اخوانا ان الحلقة ديت عنوانها هيكون الشخرمون طخ في الطرارولي، لان بصراحة لما تلاقي محمود عبد المنعم كهربا بيرجع اقوى من الاول وكل ما يقع يقف تاني على رجليه يبقى الشخرمون طخ في الطرارولي، ولما يبقى حسام حسن اللي المفروض جاي يعدل الميلة في الرياضة المصرية بيبقى فيه مفاجآت مدوية في القائمة المبدئية لمنتخب مصر يبقى الشخرمون طخ في الطرارولي، لما يبقى حسام حسن المدير الفني اللي الشعب المصري كله كان بينادي انه يجي يصلح الميله بجاي يصفي حساباته مع نجم نادي الاهلي الجديد يبقى الشخرمون طخ في الطرالولي، ولما يبقى نجم الترجي التونسي بيصدم النادي الاهلي يبقى الشخرمون طخ في الطرالولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي واخواتي ومتابعيني ومشاهديني افراد اسره ملعب افندينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ووحشتوني، وكالعاده لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستني أبو الصحاب يلا واحدة زربوه النو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، محمود عبد المنعم كهربا الظاهر كده ان والدته دعت له ليله القدر كل ما يقع يقف على رجليه تاني. محمود كهربا اللي يعني كولر قال عنه انه ترتيبه الثالث بالنسبه له وانه ما عادش في حساباته في وجود وسام ابو علي ووجود مودس هيبقى فرصه مشاركه كهربا شبه مستحيله، ولسه الراجل دافع فيما يقارب ال 75 مليون جنيه غرامه لنادي الزمالك، وكان مستبعدينه عن اخر قايمه لمباراه الاهلي، يعني تحس ان كهربا بينهار كرويا جوه النادي الاهلي في الفتره دي، لكن فجاه كده وبدون اي مقدمات بتلاقي وسام ابو علي اللي المفروض كل جماهير النادي الاهلي حاطه امالها عليه في مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، اللعيب اللي لسه الاهلي جايبه عشان يدعم بيه خط الهجوم، وبصراحه مكسر الدنيا مع النادي الاهلي وعامل بصمه جيده مع هجوم النادي الاهلي، فجأة كده بيغيب وسام ابو علي لليوم الثاني على التوالي عن التمرين، يعني بيقول لك كده في مؤشر ان وسام ابو علي مش هيلعب مباراة الاهلي والزمالك، وصحيح مسافر مع البعثة لكنه مش هيشارك، وبعدين تلاقي في ضغوط من مجلس إدارة النادي الاهلي ان في حالة عدم تواجد وسام ابو علي في أرضية الملعب اوعى يا كولر تبدا بمودس قدام الزمالك، فيبقى الاقرب للمشاركه كهربا. كهربا اللي كان الثالث هيبقى الاقرب انه يشارك في نهائي كاس مصر، كهربا اللي كان بعيد هو اللي بيبقى اساسي في مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. يا ابني انت والدتك دعت لك ليله القدر، كل ما تقع تقف من تاني، والله يا كهربا يا ريت يا ريت يبقى حظنا ربع حظك يا ابني والله. الله يوفق الجميع والف مليون مبروك لكهربا اللي بيرجع من تاني عشان يبقى اساسي في واحده من اقوى مباريات الموسم. اما بالنسبه للكابتن حسام حسن اللي كلنا كنا متفائلين فيه خير وكلنا شايفين ان هو كان الافضل لقياده الجهاز الفني لمنتخب مصر، فجاه كده لقيناه بيختار 8 حراس مرمى. اه والله 8 حراس مرمى، عود على صبحي على بسام على مش عارف اللي بيلعب واللي ما بيلعبش بيضمه، بس ما خدش ولا حارس مرمى من النادي الاهلي. طب بالنسبه لمصطفى شوبيرا يا كابتن حسام مش ممكن يعني كان ينضم لمنتخب مصر ولا مش مصري؟ طب محمد الشناوي ومصاب، طب مصطفى شوبير ما بيتألق وعامل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي، وده منتخب مصر مش منتخب حسام حسن ولا منتخب محمد صلاح ولا منتخب افندينا، يبقى المفروض الافضل اللي ينضم. ما علينا، ده 8 حراس مرمى هيصفصفوا بعد كده على 4، لكن فين مصطفى شوبير؟ وفجاه بنلاقيه بيضم عبد الله السعيد على ياسر ابراهيم على رامي ربيعه على محمد ربيعه خرام ربيعه، ناس كتير كده قايمه فيها يجي 700 لعيب. طب وهنا السؤال، ياسر ابراهيم مصاب وما بيلعبش مع النادي الاهلي فانت ضمه ليه؟ طب رامي ربيعه والراجل لعب عشان خاطر ياسر ابراهيم مصاب فانت ضمه ليه؟ يعني طب محمد ربيعه انت ضمه ليه؟
طيب لعيبة بيراميدز اللي ما بتلعبش من ايام ما كان في فيوتشر زي بوبو انتضموا ليه؟ هو يلا انا جاي اضم لعيبة، هو مولد يا باشا وصاحبه غايب ولا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل في الكرة المصرية وايه اللي احنا وصلنا ليه؟ يعني عبد الله السعيد عشان راح الزمالك فينضم للمنتخب؟ طب عبد الله السعيد لسه ما جاتش مع نادي الزمالك بمنتهى الامانة، طب مصطفى شلبي غايب بقاله سنة، ليه بتضمه ليه؟ مين اللي بيختار جوه المنتخب؟ وهل الفكرة اللي انا بضمه بعد كده اقعد اصفصف؟ طب انت لو ده تفكيرك ليه اوسع يعني الدايره قوي بالشكل ده؟ كل دي كميه لعيبه انت ضاممها لمعسكر المبدئي للمنتخب، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يمكن الاسلوب ده يكون الخير في الكتير، يعني يلا العدد في الليمون يا اخوانا مفيش مشكله. اما بالنسبه بقى لنجم الترجي التونسي اللي بيصدم جماهير النادي الاهلي فده محمد بن رمضان، وده لاعب خط وسط نادي الترجي التونسي، وبصراحة حتة لعيب حكاية ورواية وأي نادي يتمنى إن هو يلعب له. فجأة كده لقينا كابتن أبو المعاطي زكي طالع يقول إن محمد بن رمضان وكيله بيعرضه على النادي الأهلي، وإن محمد بن رمضان خلاص جوه النادي الأهلي، ومحمد بن رمضان موجود جوه يا كابتن أبو المعاطي، أنت تقصد اقتراب شهر رمضان؟ يعني عشان احنا حاطين بوجه وطمطم والاجواء ورمضان كريم زي ما حضرتك شايف، شايف انه جاي الاهلي؟ عمال تقول رمضان في الاهلي رمضان في الاهلي، رمضان جاي على الامه الاسلاميه كلها. انما محمد بن رمضان نفسه بيطلع ينفي خبر ابو المعاطي زكي ويقول والله يا اخوانا ما حصل. والله يا اخوانا انا مش عارف الراجل ده بيجيب الكلام ده منين. يعني حاج ابو المعاطي انت متاكد ان وكيل محمد بن رمضان هو اللي عرض محمد بن رمضان على النادي الاهلي؟ ما ينفعش يكون المسحرات بتاع رمضان اللي كان بيسحر قدام بيتكم. ما هو مش كل يوم كده حاج ابو المعاطي، كل يوم خبر مضروب كده. يعني الراجل شكلك ايه كده لما بيطلع يكدبك ويقول والله العظيم ما حصل وانا اخوانا مركز مع النادي بتاعي، والله ده ما فيش حتى يعني ده يعني فترات القيد لسه قدامنا 3 4 شهور على ما يجي فتره القيد بتاع الصيف ويناير خلص، يعني مفيش انتقالات دلوقتي، طب انا هبعت وكيلي ليه للنادي الاهلي في عز ان مفيش اي تفاوض دلوقتي؟ يعني اتفقنا ان احنا نروح النادي الاهلي، هننتقل ازاي للنادي الاهلي قبل الموسم ما يخلص؟ طب مش هبعت وكيل لما يكون في اقتراب ليه حتى المفاوضات؟ والله اللي احنا نعرفه يا حاج ابو المعاطي ان اللي اقترب وبشده هو شهر رمضان الكريم. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والامه الاسلاميه بخير وفي سعاده، ويا رب كده يا حاج ابو المعاطي نخش على الشهر واحنا ما بنضربش اخبار. يا حاج ابو المعاطي اضرب اللايك الجميل يا غالي، احنا عارفين ان حضرتك يعني اسطوره اليوتيوب يو اليوتيوب يوب يوب وورا ما وراء البحر حر حر، ده شيء كويس، انما بلاش ضرب اخبار. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك الجميل يا اخي واحده سربوه والنوع على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندين.